مكسي ام بينيدو ام مكسيكو اين كانكون اشتغلنا سياره من الامو كما تيام رسانا كما تيام. الجميل يا جماعه انه حجزت ب اس تي سي بي وبالرخصه السعوديه وباس تي سي بي. والان نستلم سيارتنا اليوم ان شاء الله في رحلتنا هذه بناخذ انا وياكم لفه في اربع مدن في المكسيك. صباح الخير. قرب مربط النعامة مني، قرب الكاميرا مني. هذه كنكون، ودائم عندي فلسفة في السفر انه الامريكان اذا دخلوا المدينة السياحية غلوها زي ربعنا الخليجيين اذا دخلوا ديرة غلوها. اليوم طبعا كنكون هي اشبه بمدينة امريكية، خدماتها وامورها ومنتجعاتها كانك في ميامي، وغالية ما هي رخيصة. لكن اللي ما حد يعني يتوقع انه كنكون جاية على البحر، لكن خلفها خمس مدن لها قيمة تاريخية وثقافية ما حد يعرف عنها. استأجرنا سيارة والآن متوكلين على الله، خليكم معنا. بس نبي نمر هنا ناخذ لنا كافي وسناك ونتوكل على الله. تقريبا السرعة هنا 110، ويجب ان تكون ملتزم بالسرعه. نقاط تفتيش كثيره موجوده امنيه، افضل يكون جوازك معك ورخصه القياده. اليوم 24 ديسمبر وهو الكريسماس عندهم، والمكسيكان مره ترى يقدرون شيء اسمه كريسماس، عوائلهم يجتمعون الى اخره. تشوفون الطرق فاضيه ما في الظهر الا انا، بس مو مشكله. مواصلين رايحين لمنطقه تشيتشينتسا في سواح، أنا أذكر مرة جيتها بس كانت مرة زحمة، اليوم إن شاء الله نلقاها أخف. وصلنا على مدخل تشيتشينتسا. هذا المدخل، أول ما تدخل تشيتشينتسا على طول في يوقفونك السكيورتي حقين المنتزه، يبدون يعرضون عليك الخدمات بحيث أنك ما توصل هناك إلا معك كل التذاكر ومعك كل الأمور ومعك الخرائط اللي تخص المنتزه داخل. مثل الخرائط هذه يوزعونها ويشرحوا لك شرح كامل مفصل، وين منين تدخل ومنين تروح وش الافضل وش ما الافضل لك. هذا المحل جميل جدا ودخلت فيه باخذ لي اغراض وباخذ لي، مطولت فيه طلعت ساحر. على هالمقتنيات اللي تشوفونها، بس اني ضبطت اللوك مره. هولا بيين بينيدو اتشيتشينيتسا اي ميكو كومو ستان بيين جراسياس كومو تيما كومو تياما كومو تياما نورما سانتياغو ويتيل ويتيل ابيدو مايا مايا ويتيل اسمايا viene de Huitzilipostli quiere decir el dios de las guerras. شوف يا جماعه عندهم الاسم الاخير قالت هذا من اسماء المايا. كون جوستو اميل كلارو كي سي بيتي موتشو جوستو اتيندرتي كومو سي ياما سيت تواب مهيكان. القبعه المكسيكيه لازم، لانه هواء حر وشمس حارقة، فلازم تلبس قبعة مكسيكية. وصلنا حضارة التشيتشينتسا، احنا عند المدخل. ليش اليوم زحمة؟ الخط كان فاضي صح، بس اليوم ليش زحمة؟ لأنه فري للمكسيكان، مجان لأنه إجازة. جميل؟ لذلك كل عوائل المكسيكان جايين. دائما وأبدا جيت مثل الأماكن هذه مهم جدا انك تاخذ لك مرشد سياحي، لا تعتمد على معلومات النت وتعتمد على مرشد سياحي من اهل البلد على اساس انه يعلمك التفاصيل التاريخيه والثقافيه. هذا مرشدنا اليوم. كومتيمون انخل يقول هذا من احد هذا الجدار، هذا العازل بين الطبقتين الاجتماعيه، الطبقه العليا عليه القوم والطبقه العاديه. وصلنا تشيتشينيتسا وهي احد القرى العسكرية لحضارة المايا، وتعتبر منطقة عسكرية ومنطقة حربية. جميل. احنا الآن قدام هذا الهرم المكون من هو هرم بس مو بثلاثي، هو مكون من أربع جهات، كل جهة تمثل الشرق والغرب والجنوب والشمال. طيب خلوني أعطيكم بس نبذة مختصرة بسيطة جدا وش المنطقة هذه، ثم ننتقل كل اللي قلناه لكم عشان فصله بالتفصيل. حلو. طيب أول شيء المايا هذه حضارة طال عمرك تقريبا مدينة كبيرة جدا، وبنيت قبل عهد كولومبوس، يعني بنيت من شعب المايا تقريبا في الفترة الكلاسيكية، وتعرف بتشيتشينيتسا.
اللي هي المعبد اللي فيه، أو تسمى الكاستيو يعني قصر تشيتشين إتسا. هذه بنوها قبائل التولتك من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر. يعني كولومبوس وصل هنا 1500، والحضارة هذه نمت من عام 1900 إلى 1200-1300، يعني بينه وبين كولومبوس 200 سنة. فهذه تزيل نظرية أنه كولومبوس هو اللي قضى عليهم، لا، هم قضوا واختفوا قبل كولومبوس 200 سنة. جميل. طيب، كان هذا المكان اللي فيه هذا مرصد للمقاتلين ومعبد للقبيلة بنفسها، يعتبرونه مكان عسكري. جميل. فكانوا يعتقدون أنه بسبة قلة الأمطار لازم يضحون بحد ويقدمون قرابين، والقرابين تقدم عندهم بشكل بشع. أول شيء أنهم يقدمونها عن طريق العبيد المستعبدين من القرى الثانية، يعني أي قبيلة أو أي حرب بينهم بين قبيلة ثانية يأسرون ناس منهم، فيمسكون الأسرى هذول عبيد عندهم، أو أنه من الأطفال والنساء، نساء الجميلات، يبدأ تضحيتهم هناك. يعني بالطريقة شلون الجماعة يجيبون بعض الكهنة ويبدون تراتيل من لغتهم من لهجتهم، وإذا أحد حس بالتراتيل هذا أو غشي أو غمي عليه، يعني يقرأ عليه وده منه غشي، خلاص هذا يمسكونه ويشبقون صدره ويطلعون قلبه ويقطعونه من شرايينه وهو حي، ثم يحطون القلب في المشعل، مشعل موقد زي النار، هذا يولع بفوق تقريبا لين يستسلم الجسم ثم يموت، ثم خلاص تبقى جثة هامدة يرمونها من فوق. بهذه الطريقة يعتقدون أنهم يعني يرضون الآلهة عندهم. هذه هي الآن بنمر عليها كلها كاملة ونتكلم عنها أكثر. طبعا الثعبان عندهم أحد رموز القوة، الثعبان عندهم هي أحد يعني أحد رموز القوة عندهم. فالآن بوريكم هنا رأس ثعبان فقط، وباقي الثعبان، جسد الثعبان كله كامل وذيله كامل، ما يطلع إلا مرتين في السنة، في 21 مارش و 21 سبتمبر. خلنا نشوف هذا رأس الثعبان، شفتوه وين جسده؟ ما فيه. طبعا الهندسة الإبداعية اللي تشوفون هذه، إذا جاء يوم 21 سبتمبر وغربت الشمس من هنا، يكون كل هذا الشمس هنا، فالمنطقة هذه تصير ظلال، فيبقى هذا التعرج اللي تشوفونه ذيل الثعبان. يعني الزوايا هذه إذا ضربت فيها الشمس كذا تشكل هناك مثلثات، فكأن ثعبان نازل. شوف بدأ يطلع معك كأن ثعبان، شفت ايش راس الثعبان، شفت التعرجات كيف. بس هذه انت تشوفها الحين، بس تطلع احسن مع الشمس. شفت هذه الصورة يا جماعة، يوم 21 سبتمبر العصر، الشمس هنا، فإذا ضربت الشمس في هذه الزاوية تشكل الظل، فيجي هذا الثعبان. شفتوا كيف؟ لا إله إلا الله. شفتوا كيف؟ منطقة هذه اللي تشوفونها، هذا زي الجدارية، هذه الجدارية فيها رسم لجماجم الأعداء اللي قتلوهم. جميل. شوف مرسومة رسم. طيب الآن ندخل الملعب هذا من أعجب الأماكن اللي أنا شفتها في حياتي، لأنها صراحة مرة يعني عجيبة. هذه كرة من الربر اللي هو مطاط الأشجار. طريقة لعبهم في هذا الملعب طريقة عجيبة جدا، خلينا نروح نشرحها ونشوفها. هذه بوك تابوك. طيب وين الملعب؟ وين 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 وين, وين يقولون؟ وين المرمى اللي يسجلون فيها الأهداف؟ شفتوا الدائرة هذيك اللي كانها كرة سلة، والثاني هناك، وهنا المنصة. هذا أول ما استكشفوها، وهذه كيف يلعبون. شفتوا كيف؟ هذه رسمة تخيلية لهم، وهذا الجول فوق. شلون 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 يلعبونها يا جماعة؟ يلعبونها بالمتن، بالمتون، أو بالورك، أو بالخصر، أو بالركبة. كل فريق 7 أشخاص، والفريق الفائز الكابتن يودون هناك في المنصة ويضحون به. يا حبيبي يعني على شكل على كذا شكل ما في أحد بيفوز، كل واحد يبي ينهزم، لكن هذا نوع من نوع التضحيات عندهم في هذا الاستاد الرياضي الكبير جدا، وعلية القوم يكونون موجودين هنا ويتم تتويجهم هناك. لكن كيف تطلع الكرة فوق؟ شوف كل واحد منهم، شفت مع عصا، يستخدم العصا عشان يضربها كذا، يضرب العصا كذا. أما باقي اللعب يكون بإيش؟ بالمتن وبالركبة وبالورك. جينا الآن معبد المحاربين، وهو بإبداع وهندسي. شوف يا جماعة، شفتوا العمودين هذه؟ جالس بينهم رجل كذا جالس، ها
هذا زي المعبد. هنا الشمس والقمر تتعامد تجي في النص بين المنطقة هذه. هنا شوفوا هذه الساعة 5 والساعة 5، هذه الساعة 7 وهذه الساعة 6 وهذه الساعة 4. شوف كيف تطلع. وهنا صار البدر ليلة 15 والقمر كامل يتعامد يجي بالمنطقة هذه بالنص. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ سبحان الله العظيم، سبحان من ألهم الإنسان في ذاك الوقت. المنطقة هذه لما وصلوا الأسبان هنا في عام 1500 أعدموا في شيء كثير منها وسرقوا ونهبوا إلى آخره، ولقوا أكثر من تقريبا 500 جمجمة بشرية للأشخاص اللي ماتوا هنا. في عام 1845 42 تقريبا ميلادي في جامعة أمريكية بعد ما سقطت، يعني تحرت المكسيك عن أسبانيا وخرجوا الأسبان، جت جامعة أمريكية وبحثت في هذه المنطقة، كانت مغطاة بالكامل بالأشجار والغابات اللي ما تشوف منها ولا حاجة، دي كلها كانت غابات. بعدين نبشوا فيها نبشوا فيها لين طلعوها، فأصبحت من عجائب الدنيا السبع الطبيعية. والعام 2007 حطوا بعض القيود بحيث انه ما يدخلون اي مكان بس تشوفهم من برا. يقول انت من الشمال. هذا السنوت، هذا السنوت، يا الله يا الله، شوفوا يا جماعة كيف، سبحان الله العظيم، كأنها خزان مجوف او بركة مجوفة.